قال رجل لداود الطائي: أوصني. قال: اصحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك معونة وأكثرهم لك معونة. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالي. تفكرت يوما بمعنى الصديق، وأرسلت طرفي بفكر عميق. ترى ما سيرس عليه اختياري، وماذا سيغدو كظلي رفيقي. تفكرت يوما بمعنى الصديق، وأرسلت طرفي بفكر عميق. ترى من سيرس عليه اختياري، وماذا سيغدو كظلي رفيقي. وقالوا سيضنيك بحث دقيق، فجهزت نفسي لبحث الدقيق. ركبت البحار وخضت الصحارى، وسرت النهار وقد جف ريقي. ويممت شطر الجبال الرواسي، وفي قمة قرب واد سحيق. دعوت الإله الذي لا إله سواه، بأن أهتدي للطريق، أهتدي للطريق. تفكرت يوما بمعنى الصديق، وأرسلت طرفي بفكر عميق. فإذ بي على حين ياس وصمت، بشيخ وقور حكيم رفيق. فإذ بي على حين ياس وصمت، بشيخ وقور حكيم رفيق. بدت في محياه آثار دهر، وعيناه أوحت بماض عريق. فبادرته سائلا كيف أختار من بين كل الأنام صديقي. لقد طال صبري وما زال بحري عميقا، وهذا نداء الغريق. كأني ليلي أسير، فهل لي عيني بصيري وكفي طليقي. فقال: استمع، إنه من يؤدي حقوق التاخي كعقد وثيقي. ومن حين تفضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيق، تجد منه جودا بصدر رحيب، ورأي رشيد ونصح رقيق. ومن نحن إلا صديق الأقاحي، فهل نال غير ارتشاف الرحيق. كما الليل إذ صاحب النجم دهرا، فهل كان يحلو بغير المريق. فصاحبك للخير والعقل واصى،
الحقيقي فصاحبه للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي.